بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سكراب لاري مهندس برمجيات، ونواصل في دروس بلازر الدرس 24، ودائما في كيفية التقاط الصور من متجر الصور وأيضا الكاميرا. الدرس في هذا الدرس سنعمل شيء أبسط مما عملناه في الدرس السابق، حيث استعملنا مكون خارجي لقراءة الملف أو تحويل الملف المحدد إلى ستريم. الآن شكرا لصديقي مؤيد الذي يساعدني في إيجاد الدروس ومختلف المصادر في البلازر، كما تعلمون أنها نادرة جدا، وأشكره مرة ثانية لاكتشافه لهذا الحل البسيط. إذن لذلك سارعت في إنشاء هذا الفيديو لكي نتعلم من الطريقة الصحيحة، يعني الطريقة الأحسن، لأنني كما قلت أن المكونات الخارجية لا نستعملها إلا للضرورة فقط. إذن هي بنفس الفكرة، فقط لا نستعمل مكون خارجي. إذن لا داعي لإضافة في البروجرام نضيف ريفيرنس ثم نستعمل هذا المكون، بل سنعمل مباشرة. سأحذف كل هذا. إذن سأضيف مكون input file، لكن input file الخاص بالبلازر، ليس input file الخاص بالHTML. input file، وأضيف له onChange مثل ما عملنا في الدرس السابق، وأضيف له method، ثم أعطي له الCapture. ثم أضع الصورة مثل ما عملنا MGSFC، وأعطيها image data here، ونغلق. إذا هنا سنعطيها method التي سننشئها. أوكي، سأحذف كل هذا الكود اللي هو طويل، يعتبر طويل نوعا ما، وبما أننا نستطيع عمل ذلك بواسطة المكتبات الداخلية فهذا شيء رائع. يعني أنا جدا سعيد يعني لاكتشاف هذا السورس، يعني هذا طريقة استرجاع الملف بدون مكتبة خارجية. شكرا مؤيد مرة ثالثة. أوكي، ننشئ متغيرة اللي هي التي تأخذ هذه الصورة، وأيضا سننشئ الميثود. الميثود ننشئها مع event اللي هي input file change event. إذن عندما نستعمل مكون بلازر سيعطيني هو يعني الملف، يعني في الايفنت نستطيع الوصول إلى هذا الملف عن طريق الايفنت، وهذا الشيء التي كنت أفقده، يعني لا أعرف. إذن بعدما استرجعنا سنسترجع هذا الملف عن طريق هذا الأ، مثل ما نعمل مع الHTML والجافا سكريبت عندما tag. هنا أيضا نسترجع الملف بهذه الطريقة. إذن get multiple file و first file، أنا أريد فقط ملف واحد. عندما نعمل multiple file نستطيع الوصول إلى جميع الملفات أو list أو array لكل الملفات المحددة، لكن أنا عندي ملف واحد التقطه بعد الكابتشر، بعد الصورة يعني من الكاميرا. بعد الالتقاط نستطيع أيضا يعني قراءة الملف، ونقول له أنت صورة. إذا request image file، request image file، من هذا الimage file سأعطيه نوع الصورة. إذا سأحدد variable للنوع الصورة المستخرجة من الكاميرا اللي هي عبارة عن png مثلا. أوكي، سنضع كل شيء في متغيرة. إذا هذا result اللي هو عبارة عن resize image file. ثم سأنشئ buffer، سأنشئ buffer بحجم الملف الناتج. إذن buffer هو new byte من هذا الملف الناتج، و size أعطيه size. ثم ماذا سأعمل؟ سأقوم برسم الصورة في buffer. إذن resize image file open stream، يعني تحويل فقط إلى هذا buffer. إذن هذه الصورة الناتجة كتبتها في buffer. بعد ذلك سيعطيني عندما نعمل convert لهذا البايت، هذا array، هذا اللي هو عبارة عن buffer، سأحوله إلى string عن طريق convert مثل ما عملنا في الدرس السابق.
سأحوله convert، سأضعه في image result يعني في image data URL، لكن لابد أن نضيف له مثل ما عملنا في الدرس السابق، سأعمل string format الشكل الجديد ل string format و أغلق هكذا. إذا data ضفت data، ضفت الباس وصوت كات، وحولت هذا البفر إلى string. هذا كل شيء. هنا هي المشكل. image data URL نقص ال F. جيد. إذا لا أحتاج إلى ولا شيء، فقط الايو الايو يوزنج ايو، حتى اليوزنج ايو لا احتاج. ظننت ان البافر هذه التعليمات موجوده في الايو. اوكي لا داعي الى شيء. جيد سنجرب. كما قلت أنا جدا سعيد بهذا الكود، يعني بسيط جدا وسريع. كيف أخفيها؟ وهذه صورة ظهرت. إذا سنجرب الآن على أندرويد. نعمل ريفرش. نضغط picture. اوكي نضغط هنا. وكانت الريزلت سريعة جدا، يعني التقاط صورة كانت سريعة جدا ما شاء الله. يعني هذا الكود جيد جدا جدا. اوكي هذا عن التقاط الصورة من الكاميرا. نستطيع ايضا التقاط الصورة من متجر الصور فقط في حذف هذا. هنا المشكلة. أعمل سيف وأنفذ. أرجع إلى هنا سنسترجع من متجر الصور. هنا ليس عندي صور يعني في هذا الجهاز، لكن كما تلاحظون وصلنا إلى النتيجة المرغوب فيها. أتمنى أن يكون الدرس واضح، درس سريع جدا. أتمنى أن يكون واضح، وكما لاحظتم يعني الكود بسيط. نعيد الكود. إذا استرجاع جميع الملفات عن طريق الإيفنت، هذه الإيفنت شيء رائع. شكرا مؤيد مرة رابعة. إذا استرجاع الفايل، ثم يعني استرجاع عن طريق ملتيبل فايل، ثم الفيرست فايل، تحديد النوع عن طريق ايماج بي ان جي. عمل فورس يعني عملت فورس يعني كل الصور الملتقطة ستكون من نوع بي ان جي. ثم أعطيت له حجم الصورة الملتقطة كحجم ماكس ومين. ثم أنشأت بافر اللي هو تيب نيو بايت يعني من نوع بايت. ثم حولته الى ستريم، اوبريت ستريم، قرات هذا البافر وحولته الى سترينج. بعدما تحويله سترينج وضعته في الداتا. وبطبيعه الحال عندما نعمل ايماج
اس ار سي وسترينجز و 32 بيت سيعرض الصوره. لم يبقى الا يعني ارسال الصوره بعدما نعمل فاليديشن لهذا الواجهه. سنعمل ابلود فايل، يعني سنرسل هذا الملف ما دام عندي يعني هذا ستريم، سيكون يعني شيء رائع. يعني سنرسل الصوره الى الباك اند لتسجل هذه الصوره، والان سنستخرجها من ايماج ليس من فايل. بعدما سجلنا الصوره الان اصبحت صوره مسجله في هذا ايماج 64 بيت، فقط استرجاعها في شكل ما دام هي سترينج 64 بيت، يعني سهل الارسال. نرسلها كسترينج 64 بيت الى السيرفر، و يعني كل شيء تم بنجاح. هذا كل شيء في درس هذا اليوم. اذا سنواصل ان شاء الله بدروس قادمه على عمل مثلا صوت، يعني ام بي 3، تشغيل صوت، تحويل ملتي لونج، يعني انشاء تطبيق ملتي لونج، الى كما وعدتكم اننا الان سنستعمل ادوات النظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.